شخصيات بصرية ووجوه معرفة ذات مهنية وأكاديمية دخلوا ضمن تحالف تصميم الذي يقوده محافظ البصرة أسعد العيداني، حيث أعلن عن ذلك التحالف ببرنامج اقتصادي وخدمي يهدف لاستكمال ما بدأ به العيداني. برنامجنا الانتقابي بعدة نقاط، يعني أول نقطة أنه إحنا بدينا بخطة حقيقية للنهوض بالمدينة بالسنوات السابقة، الحمد لله بشهادة مواطنينا وأهلنا في محافظة البصرة كثير من هذه النقاط اللي حققناها للمواطن يجب أن تستمر ويجب أنه تتحقق لكثير من هذه المناطق. يوجد شق أيضا بالنهوض بالقطاع الخاص، وأيضا علينا أن ننهض بالصناعة البصرة، كثير من المعامل يجب أن تؤسس في محافظة البصرة، علينا أن نحول كثير من المناطق المهمة الاقتصادية مثل الفاو إلى منطقة حرة، يجب أن تكون منطقة اقتصادية الأولى على مستوى العراق بل الأولى على مستوى المنطقة. تحالف كان الهدف من انبثاقه تشكيل يضم عددا كبيرا من المرشحين لمجلس المحافظة، يكون القرار حصرا لأبناء هذه المدينة الذين يرمون النهوض بواقعها من كل الجوانب. طبعا اليوم من شخصيات تحالف تصميم من قادتها المحافظ أسعد العيداني، هذه الكتلة حقيقة هي أمل البصريين وإشراقة أمل لكل البصريين. الهدف الذي يصبو إليه البصري وهو أن تكون لديهم كتلة سياسية، كتلة تنطلق من الواقع البصري، كتلة كنا نحلم منذ 20 عام منذ سقوط النظام السابق البائد لغاية أن انبثقت هذه الكتلة. الغاية منها أن تكون للبصرة كلمة، قرار بصري، قيادة بصرية للتنافس مع الأحزاب والكيانات الأخرى. اليوم من نشوف كيان أو كتلة بصرية خالصة وقيادتها بصرية تتنافس مع الكيانات الأخرى، هذا كان حلم كل سياسي، حلم كل مواطن. من خلال هذا الكم الذي اختير بعناية يهدف القائمون على تحالف تصميم أن يحصلوا على منصب المحافظ ودعمه من خلال الأعضاء في مجلس المحافظة. احنا اليوم مرشحين ضمن تحالف تصميم، عندنا اصرار انه نحقق اغلبيه مريحه حتى نحصل على منصب المحافظ الجهه السلطه التنفيذيه بالبصره، وايضا انه نستمر بالنجاحات اللي حققها العيداني ونحقق طموح البصريين. حقيقه البصريين هم استحقاقهم مو فقط انه خدمات، وانما البصريين استحقاقهم كثير من الامور، على اعتبار انه البصره هي اللي تصدر الاموال، الموازنه العراقيه والثروات ايضا موجوده بالبصره. خطوه كان يترقبها البصريون بان يكون هنالك تحالف يضم ابناء المحافظه يطمحون لتطوير محافظتهم واعمارها بشكل افضل. لقناه الرشيد أحمد علي، البصرة.